وفاة الخبير القانوني العراقي طارق حرب. توفي صباح اليوم الأربعاء الخبير القانوني العراقي طارق حرب إثر نوبة قلبية عن عمر 77 عاماً. يذكر أن طارق حرب هو كاتب ومحامي، ولد في بغداد عام 1945، وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة المستنصرية عام 1975. بدء حياته جندي متطوع في الجيش العراقي، وأكمل خلالها دراسة القانون عام 1975، وتم منحه بعدها رتبة ملازم في الجيش العراقي، وأصبح في الدائرة القانونية في وزارة الدفاع إلى أن أحيل على التقاعد وهو برتبة عقيد. وشهادة الماجستير القانوني من جامعة بغداد عام 1980، ودبلوم القانون العام من جامعة الإسكندرية في مصر. عمل حرب رئيساً لتحرير جريدة البرلمان، ورئيساً لجمعية الثقافة القانونية العراقية، وعمل مدرساً لمادة القانون في عدد من الكليات والمعاهد، وله العديد من المؤلفات. وعرف الخبير طارق حرب بآرائه وتحليلاته القانونية والسياسية، وكان كثير الظهور في القنوات التلفزيونية والمواقع الإعلامية. وتفاعل آلاف العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر رحيل حرب، مستذكرين نشاطه وتحليلاته في السياسة وتطبيقات القانون وأحاديثه اليومية عبر وسائل الإعلام. تجر الإشارة إلى أن طارق حرب كان من أشد المؤيدين لنزاهة الانتخابات التي جرت في العراق خلال الأشهر الأخيرة، مما عرضه إلى هجمة منهجة من قبل الإطار التنسيقي الموالي إلى إيران، حتى أعلنوا شماتتهم بوفاته اليوم.